تبنى الى الله، مش سحلق لحيتي تاني. خلاص خف التهريج شويه والضحك اللي انت فيه ده، وابدا التزم بورد في القران. ومشى خطوه خطوه وقال لي شوف انا اتيلك، مش هسيبك وراك. وفعلا حجينا مع بعض، ولينا عاده ان احنا يوم عرفه بننزل من عرفه مشي لحد مزدلفه، نقعد نبيت في مزدلفه في الشارع كده، ونصبح نمشي بعد شروق الشمس الى منى نرجم الجمرات، وبعد كده نروح نحلق ونلبس ملابسنا وننزل على مكه نطوف ونسعى. هو قال لا 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 لا، سيبك من النظام ده بتاعك، انا عايز اطوف واسعى بلبسي المترب ده بالاحرام. يا عم بنروح نستحمى ونغير الاول ونحلق، لا هنطوف بالاحرام. قلت له ماشي. وفعلا نزلنا من مزدلفة الى منى، رجمنا ونزلنا من الرجمة على طول على مكة بالملابس الاحرام، طفنا وسعينا. بعد ما طفنا وسعينا عم الحاج حنفي، خلصنا سعي، والواحد ساعتها بقى بيبقى خلاص ايه، قد قضى يعني كل جهده، عايز اقعد في الارض ارتاح، ارقد، انام، استحمى، اغير الهدوم اللي بقى لها 3 ايام دي من يوم 8. قال لي انا نفسي اصلي ركعتين في حجر اسماعيل. يا عم الحاج احنا تعبانين والدنيا زحمة، خلينا نروح نستحمى وبكرة نبقى نتصرف في الموضوع ده. قال لي لا والله لا نصلي، طلق ثلاثة لحنا مصليين. فاخدته فعلا وصارعنا الزحام لحد ما دخلنا الى حجر اسماعيل وبنصلي ركعتين، واذا بالرجل في السجدة الاخيرة وهو ساجد بملابس الإحرام بعد صلاة ركعتين في السجدة الأخيرة يموت وهو ساجد. والله بقدر فرحتي للرجل، أنا شعر رأسي بيشيل الآن، كان حزني على نفسي فعلا، رفعت رأسي في السماء كده قلت يا رب طب أنا اللي موت الموتة دي، أنا اللي نفسي فيها. رجل التزم 15 يوم من 1 لـ11، 10 ايام من 1 ذي الحجة لـ11 ذي الحجة. سبحان الله العظيم.